يعني 7/1 صرنا 3 شهور وضع صعب يعني ما حدش مفكر فينا يعني. يعني أول ما جينا هنا أول 15 يوم الخضرة ما لقيناهاش، المي ما لقيناهاش، الحمامات ما لقيناهاش، يعني صعب جدا جدا أول ما جينا صعب. يعني حد واحد مش عارف ايش تقول، واحد يقول حسبي الله ونعم الوكيل علينا وبس، على كل واحد أمر علينا وبس. شايف المية كيف طلع؟ طول نهار ماسكين المية، كل ما بتيجي المية تجمعها. أجت مؤسسة قلنا لو بدنا شادرها من القذائف الفجر عندنا في البيت، هاي شايفين المية موزعة على الفاضي، ما حدش إلا تقول يا رب وبس. غير ربنا ما حدش بينفعك، الوضع على طول صعب جدا. الواحد نزوح، الواحد بيقول نزوح الواحد بيتحمله، أما قصة المطر والبهدلة الواحد ما بيقدرش يتحملها. يعني طول الليل بتلاقي بتغطي في الولد في هذا وبتجيب في هذا، المية يعني انا تقول انا يمكن انا يمكن اصلح من غيري، والله تو وحده يمكن اللي شفتها توي بتقول بدي الكريك يا خالتي يسحنا من المطر، ودي والله يا خالتي الكريك مع الشباب واجب في حد ماخذها. انا طلعت من الشاطئ بالترنج الاحمر هذا، شريت هذه من حمد ولهالقد ما دفعتش حقها. انا طول الشهر وانا بلبس البلوزه هذه، انا في داري كل يوم 4 مرات بتغسل وببقى طول النهار منقوع في البحر. ما بالك انا لي شهر ما تحممتش تحميم، ما تحممتش. خيمه ادينا حق 500 شيكل خشب، وابو خالد الغول بارك الله فيه تبرع لنا ب 200 شيكل نايلون. احنا مش عايشين يا عمي، احنا داري 5 طوابق في الشمالي. اليوم انا عايش على رمل وانا مصاب في 87، عندي مفصل رايح، سكر، ضغط، رجلي انحرقت وبدها يمكن بتر، يمكن اذا هذا اذا الله اذا الله بيقدرنا هذا، وسكر وضغط وكل حاجه معايا يعني حاوي كله. هينا بنيجي على التكيه بنلمنا بنبعث الاولاد 5 تنفار يجيب هذا الصحن طبيخ سوا عشان نحوشهن عشان اقدر اطعم اولادي. هاي عشان الدنيا شتا فيش وقيد، الوقيد كله ميه مش راضي النار يصير يعني كويس الخبز. اه والله معاناة الشتاء، وربنا يا رب يفرجها وربنا يحلها. الاولاد الصغار صابهم اسهال وصابهم نتق وصابهم قحة وصابهم رجفة من الشتاء ومن السقعة ومن البرد ومن قلت الغوطي وقلت الملابس. ما فيش يعني عيانين، صدورنا بتجعنا من قلت الدفى، فيش دفى. المية عن روسنا من فوق، وان شاء الله يا رب خير، ان شاء الله بنكمل يومنا. نخبز والله للناس، الناس بجنوب نخبز لهم، ما فيش كهرباء يخبزوا، وين بدهم يروحوا الناس؟ لقيهم بجنوب نحمزه هيك بنلملم بشريطه نايلون حاجه بنحمل فرن فيها وبنولع، وبنلملم وقيد من تحت الشجر من نواحي المصريين ومن نواحي خان يونس، والله وطخ عروسنا من المواقع بنروح ومن الشوارع بنلملم وبنحمل فرن وبننور للناس وبنخبز زي ما انت شايف بيطلعش كويس. ها يعني خبز مش كويس، وبنقول كويس يلا مليح نعمة بمشي. بجد والله زهق، بفتح علينا هي الشغلة، هي الحياة، هو الإشي. يعني لا تحميم، لا تغسيل، لا صلاة زي الناس، لا إيش بدي أقول لك، ما فيش إشي، فيش إشي يعني مقومات الحياة بالمرة. ها يعني وقتش عن جد يصير هدنة ونروع على دورنا، خيم خيم بس نكون إحنا في قلب دورنا، في قلب منازلنا حوالين حامة. يعني فيش حمامات، فيش مية، يعني إن شاء الله بتخلص إن شاء الله يا رب. I'm